ليه دور مهم جدا 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 في استعادة الكورة التانية للنادي الأهلي في طريقة لعب فايلر. فايلر لما بيلعب ب 4 2 3 1، فايلر ليه دايما بيلعب دفاع متقدم، دايما بيلعب هاي لاين، ليه بيلعب لقدام، بيلعب ضغط عالي، وبالتالي انت فايلر بيلعب على الاستحواذ، فمحتاج واحد في وسط الملعب يستعيد لك الكره الثانيه باقصى سرعه، بسرعه يعني ياخد وقت صغير. دايما انت يعني النهارده الاستحواذ بتاع النادي الاهلي 73%، ده ياكد ايه؟ انت بتلعب ضغط عالي، عايز تقطع الكره باقصى سرعه. فده اللي بيعمله هنا عمرو السوليه، دور مهم جدا جدا لعمرو السوليه في استعاده الكره الثانيه، دي حاجه مهمه مع محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بيديك الاستحواذ، عنده الرؤيه، اللعيب الموهبه، الموهوب، المهاره. عمرو السوليه اللعيب اللي بيديك الكره الثانيه، ده دور مهم جدا 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 لعمرو السوليه. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو اكتر لاعب قطع الكوره في النادي الاهلي 17 مره، اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه. النقطه دي مهمه قوي، عمرو السوليه دوره الاساسي ومميز جدا في استعاده الكره الثانيه 15، عشان كده فايلر دايما ما بيستغناش عن عمرو السوليه في حته استعاده الكره الثانيه. صنع فرصه، ليه محاوله على المرمى، لمس الكوره 91 مره، دقه تمريراته القصيره 91%، عامل 10 تمريرات طوليه بنسبه دقه 80%، محاوله على المرمى وصنع فرصه وحصل على خطأين. عمرو السوليه قدم دور مثالي في استعاده الكره الثانيه، ده يعتبر رقم 2. رقم 3 رمضان صبحي. رمضان صبحي دايما بيظهر في المباريات اللي هي بتبقى الكبيره، المباريات اللي هي بتاعت افريقيا مع منتخب مصر، رمضان صبحي بيظهر في الحته دي، دايما هو محطه لعب مهمه جدا قدام، بيستلم الكره كتير، يعني هو رمضان صبحي لمس الكره 94 مره، رقم كبير جدا، بيسجل هدف باكثر من رائع من ضربه جزاء. يمكن هو لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو اكتر واحد قطع الكره في الرباعي الامامي، اكتر واحد كان ليه دور دفاعي، يعني مثلا حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، اجاهيه، اكتر واحد قطع الكره فيهم واللي كان بيمثل الضغط العالي رمضان صبحي. اذا رمضان صبحي نجاح في استخلاص الكرات والضغط العالي، احرز هدف. نستعرض ارقامه بقى هنلاقي ان هو 66 تمريره صحيحه وخمسه خطا قصيره. بالنسبه للتمرير الطولي هو عامل 6 تمريرات طوليه منهم 4 صح. قطع الكوره، اكتر واحد قطع الكوره في الرباعي الامامي زي ما قلنا 7 مرات، فقد الكوره 4 مرات. مش بس كده، رمضان ما كانش ليه اللي هو دور دفاعي بس، لا ده كمان اكتر لاعب في النادي الاهلي صنع فرص. ايوه صنع 4 فرص، يعني محمد مجدي قفشه 3 فرص، رمضان 4 فرص، عمل محاولتين على المرمى وليه 2 مراوغه ناجحه، وبالتالي رمضان صبحي واحد من المحطات المهمه جدا للنادي الاهلي في الحاله الهجوميه. وفي نفس الوقت انت فايلر بيلعب على ايه؟ دايما هنلاقي دفاعنا دفاع متقدم، عشان كده مباريات النادي الاهلي دايما كلها هتلاقي فيها اهداف سواء لينا او علينا دايما، لان الراجل ده ريسكي، يعني بيلعب دايما ضغط عالي، دايما عايز اقطع الكوره، عايز استعيد الكوره باكثر سرعه، عايز اجيب اهداف. انا يعني فكر هجومي، عشان بس ما حدش يقول لك كذا، لكن انا بقول ان هي لو تفتكر طريقه برشلونه لما كان جوارديولا معاهم، اللي هو بيقطع الكره في المنطقه اللي بتنزل فيها، اللي هي سنه 2007 او 2006، اللي هي حسين شحات بيرقص اتاخدت منه، لا يرجع حسين وكله يضم الناحيه دي عشان تتقطع الكره هنا. وفي نفس الوقت دفاع هاي لاين، دفاع الهاي لاين ده برضو ليه مكاسب، وليه مكاسب ان انت لازم تعمل ضغط عالي، بس ريسكي ان انت ممكن تتضرب بواحده تمريره طوليه زي مثلا كره الهدف، يمكن دي السلبيه الوحيده في المباراه، السلبيه اللي هي احنا بنلعب دفاع عالي فسهل ان انت تتضرب بتمريره طوليه. وفي حاجه مهمه جدا برضو يعني لاحظتها لمحمد الشناوي، محمد الشناوي النهارده ليه دور في حكايه الخروج من المرمى، يعني فايلر واضح ان هو بصماته واضحه على الشناوي في حاجه معينه، في طريقه اللعب، يعني انت لما بتلعب دفاع متقدم وبالتالي بتخلي الحارس ما يلعبش تمرير طولي، عايز تبقى اكتر فتره مستحوذ على المباراه، وبالتالي الشناوي النهارده عامل تمريره طوليه واحده بس لما اتضغط عليه، الباقي كله كان تمريره قصيره، فدي ملحوظه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان الشناوي خرج من مرماه بشكل صح 5 مرات، الشناوي هو اللي بيعمل عمليه الليبرو اللي هو بايه، يعني انت بتلعب النهارده ربيعه، احمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد، الاربعه بيلعبوا دفاع هاي لاين لقدام، الشناوي بيحاول يعمل عمليه الليبرو وهو اللي يغطي المساحه الموجوده دي، ده فكر فايلر، ان انا عايز استخلص الكره باقصى سرعه، وفي نفس الوقت هعمل ضغط عالي، وزي ما قلنا مثلا لعيب زي رمضان صبحي النهارده بينفذ له الضغط العالي بشكل نموذجي، محمد مجدي قفشه بيعمل لك عمليه الاستحواذ. دي يمكن ارقام رمضان صبحي، زي ما قلنا هو اكتر لاعب صنع فرص، لمس الكوره 94 مره، اكتر واحد قطع الكوره 7 مرات، ليه محاولتين على المرمى، وكان محطه مهمه جدا، يعني لعيب بيلمس الكوره 94 مره ده بياكد ان اللعيب ده كان محطه مهمه جدا. زي ما قلنا قفشه لمس الكوره 113 مره، كذلك رامي ربيعه، يعني الدفاع النهارده القلبين الدفاع سواء ربيعه او احمد فتحي
قدموا مباراه كويسه بغض النظر عن الهدف. الهدف ده بيبقى خطا جماعي، خطا فريق ككل. ليه؟ لان انت بتلعب اصلا دفاع متقدم، وبالتالي التمريره جت من وراهم. ده فكر المدرب ان انا عايز العب ضغط عالي وبلعب دفاع متقدم، وبالتالي رامي ربيعه النهارده قطع الكره 16 مره. رامي ربيعه جاي بيقدم مستويات، انا يعني بيقدم مستويات رائعه في الفتره الاخيره رامي ربيعه، ومكسب كبير جدا للنادي الاهلي. احمد فتحي تحط جوكر، بتحطه في اي حته تلاقيه، باك يمين تلاقيه، مساك تلاقيه، باك شمال تلاقيه. الشناوي زي ما قلت لحضرتك هو النهارده ما عملش ولا تمريره طوليه، في تعليمات واضحه من فايلر ان انا بلعب التمرير القصير من حارس المرمى، وفي نفس الوقت دور محمد الشناوي مهم جدا في عمل الليبرو ان انا بغطي الدفاع المتقدم. محمود وحيد قدم مباراه كويسه برضو على المستوى تحديدا الدفاع 16 مره، ولكن على المستوى الهجومي ما كانش ليه عرضيات بشكل صحيح، يمكن هو صنع فرصه واحده بس. ولكن ما ننساش ان محمود وحيد بقى له فتره بعيد وجاي ومكسب كبير، وبرضه وجوده ما حسسناش بغياب علي معلول الحقيقه. تمام. محمد هاني برضه قدم مباراه كويسه، يمكن صنع ثلاث فرص، كان ليه سبع عرضيات من جبهته. محمد هاني مسته في عمليه التاكلينج وعمليه الاستخلاص، دايما بيلعب التاكلينج بتاعه مميز جدا. وليد سليمان كان ليه محاولتين. اجاييه ما ننساش دوره، واجاييه ده بقى سر الخلطه بتاعت فايلر، ان انت لما بتحط مهاجم وهمي وبينزل يسقط ويفتح مساحات للي جاي، ده زي ما قلت لحضرتك طريقه لعب برشلونه سنه 2006 و2007 مع جوارديولا، كان الفكره المهاجم الوهمي اجاييه هو اللي بينفذها. اجاييه النهارده قلت لي على فكره انا اللي قلت لك ما انا بقول زي ما قلت تكمل. اجاييه اللي هو ايه اتحرك كده مهاجم وهمي بينزل يسقط، دي حاجه مهمه جدا. وبعدين لعيب مكار، لعيب بيرقص زي ما شفنا اكتر من كوره بس ينقصه الفينش. يعني اكتر في كوره كده يشتغل على الفينش. فايلر محتاج يشتغل على كام حاجه الفتره اللي جايه علشان حاجتين بالظبط. انا شايف وجهه نظري حاجتين، الفينش ما ينفعش نضيع فرص بشكل كتير. عام بشكل عام الفينش. الحاجه الثانيه ان انت الدفاع المتقدم ده هيبقى ريسكي قدام الفرق الكبيره طبعا، والفرق اللي عندها سرعه يعني لما تيجي تلعب الوداد او الترجي او سان داونز، اعتقد ان دي هتبقى ريسكي شويه ان انت هتلعب دفاع متقدم، خاصه لما تلعب على ملعبهم. ممكن الطريقه دي تبقى مميزه جدا لما بتلعب في ملعبك في استاد السلام، هتبقى حاجه مميزه جدا. برضو يعني الاوراق الرابحه على الدكه، اليو ديانج لما نزل ده بياكد ان احنا كسبناه من المباراه بتاعه كاس مصر لما نزل، كذلك جيرالدو لما نزل وتالق الماتش اللي فات النهارده بنشوفه، كذلك مروان محسن. فانت برضو بتبدا تستعيد الدكه واحده واحده، واعتقد ان فايلر يعني ماشي بشكل مميز جدا، هو ليه فكر وليه اسلوب بيطبقه مع النادي الاهلي بطريقه لعب الاستحواذ اللي عايز يطبقها وماشي بيها ويلعب دفاع متقدم. طيب عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا